كلام كتير بيتقال دلوقتي عن ان الفنانه رانيا يوسف بتطالب باجر مبالغ فيه في كل عمل يتعرض عليها، ولو ما خدتش المبلغ اللي طالباه بتعتذر فورا، وده اللي كان واضح بعد ما اعتذرت عن المشاركه في فيلم النجم محمد رمضان الاخير شد اجزاء، وهي بنفسها صرحت وقالت ان انسحابها منه كان بسبب الاجر. بيتقال كمان ان رانيا اعتذرت عن بطوله فيلم براءه ريا وسكينه لنفس السبب، وهو الاجر المبالغ فيه.